تحديثات اليوتيوب الجديدة وميزة جديدة هتزود معدل أرباح القنوات على اليوتيوب، وبالأخص القنوات المبتدئة أو القنوات الصغيرة اللي متقدرش يتوصل محتواها لعشر دقايق علشان يحطوا أكتر من إعلان على الفيديوهات بتاعتهم. كل ده هنعرفه بعد الانترو القصير ده. ورجعنا لكم تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر تحديثات اليوتيوب وميزة جديدة على اليوتيوب تتيح ليك وضع فواصل إعلانية لأي فيديو يتخطى الثمان دقايق. قبل ما نبدأ الشرح، ياريت لو أول مرة تشوفنا على القناة ياريت تدعمنا وتشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا، اوعى تنسى اللايك لأنه مفيد جدا 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 لينا. قديما كان متاح فقط وضع الإعلانات على الفيديوهات التي تتخطى العشر دقايق، يعني أي فيديو على القناة يتخطى العشر دقايق تقدر تحط فيه إعلان اتنين تلاتة أو ما يعرف بالفواصل الإعلانية بداخل الفيديو الواحد، والفيديوهات اللي أقل من عشر دقايق بيبقى عليها إعلانين في أول الفيديو وفي آخر الفيديو، وفي الغالب مش بيظهر غير إعلان واحد منهم بس. وطبعا في إيميل وصل لكل القنوات على اليوتيوب، ولو دخلنا على مساعدة اليوتيوب ودخلنا على قسم إدارة الفواصل الإعلانية في الفيديوهات تلاقي بيقولك في الوقت الحالي يمكن عرض الإعلانات أثناء تشغيل فقط على الفيديوهات التي تتجاوز مدتها عشر دقائق، ولكن ابتداء من أواخر شهر تموز يوليو يمكن عرض الإعلانات أثناء التشغيل على الفيديوهات التي تتجاوز مدتها 8 دقائق فقط. يعني أنت تقدر تنفذ وتحط فواصل إعلانية على الفيديوهات التي تتخطى 8 دقائق بداية من يوم 27 في الشهر الحالي اللي احنا عايشينه شهر يوليو. وكجزء من هذا التغيير سيتم تفعيل هذه الإعلانات على كل الفيديوهات المؤهلة المنشورة حاليا والفيديوهات الجديدة التي سيتم نشرها في المستقبل. يعني اي فيديو سابق على القناة حتى لو بقاله سنة ومدته تتعدى 8 دقايق هتلاقي الاعلانات اتفعلت تلقائيا داخل الفيديوهات ديت، داخل الفيديوهات اللي هي 8 دقايق ممكن انت تبقى تدخل وتعيد اعدادات الفواصل الاعلانية ديت بدون اي مشاكل. وطبعا هنا بيقولك سيتم التفعيل قبل 27 من يوليو 2020. ولو عايزين نعرف ازاي ندير الفواصل الاعلانية، كل اللي انت بتعمله تدخل على الفيديو اللي انت عايز تشتغل عليه وليكن ربح كورس الربح من بلوجر ده، وتدخل على تحقيق الدخل وتنزل تحت هنا على إدارة الإعلانات أثناء التشغيل، تقدر بقى تعدل تضيف أي فواصل إعلانية داخل الفيديو وتضغط على المتابعة علشان يتم حفظ الإعلانات أو الفواصل الإعلانية دي. أظن ده هيبقى مفيد جدا لأن ده هيزود معدل الأرباح لكل القنوات الصغيرة اللي المحتوى بتاعها ما يقدرش يوصل للعشر دقايق، ولكن تقدر تحقق أرباح أكتر ومجرد وصول فيديوهاتك لتمن دقايق. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، ياريت لو عجبك واستفدت منه ياريت ما تستخسرش فينا اللايك والشير، ولو أول مرة تشوفنا على القناة اوعى تخرج قبل ما تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. انتظرونا فيديو جديد وإلى اللقاء.